انسان كل حاجه يحمد عليها ربي. اليوم راني كنت مغبونه بزاف بنت مغبونه فوق اللازم، واليوم الحمد لله ربي فرج علينا ونشكر رئيس الدائره تاعنا، نشكر كاع المسؤولين اللي في الدوله والرئيس تاعنا، هذا واش نطلبوا بلادنا والحمد لله يا ربي اللي ربي فرج علينا. عانينا كثير بزاف، ما نقدرش نعاني لك على المبادره اليوم اللي عانيناها اليوم. رفعت الاعلام، رفعت الاعلام فوق الريشه لهم، رفعت الاعلام. تحيه الشيخ يحيى تبون. الله يحفظك ويشكرك. خذوا واحد اخر. الله يا ربي فرج علينا ربي وسكنا، نشكر رئيس الجمهوريه اللي كفتوا لنا هو والوالي باب التصاولي تاع البليده ان شاء الله. الحمد لله ربي فرج ان شاء الله على اللي مازالوا بعد معاناه تاع سبع سنين، بعد معاناه تاع سبع سنين ولكن فيها العقوبة اللي مازالوا إن شاء الله، الحمد لله يا رب إن شاء الله. دائما في ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة، اليوم العملية الخامسة على مستوى دائرة مزايا، كنا بدينا العملية في 18 ديسمبر، اليوم سيتم ترحيل 170 عائلة بأكبر حي سكنات هشة على مستوى البلدية اللي هو حي بن عيشوبة. اليوم سيبلغ العدد 366 عائلة مرحلة، وما زالت العملية مستمرة إن شاء الله في الأسابيع القادمة، ما زالوا عمليتين.